السلام عليكم، مرحبا بكم. رمضان كريم، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة وبالسلامة، وباش ما كتمناو لينا وجميع المسلمين وجميع بقاع العالم. أكيد كنقولوا رمضان تنقولوا العبادة والصلاة، وأكيد ما غاديش ننساو الشهيوات والكوزينة. اليوم غنحضروا مع بعض واحد البريوة كتجي صراحة رائعة، وغنعطيكم لاستيوز ديالي باش كتجيني البريوة طيبة في الفران، كتجي لون واحد، ما كتجيش محروقة من الجناب وباقا خضراء من الوسط. بتعرفوا هاد لاستيوز السهل والبسيط، وأكيد المقادير باش عملت هاد البريوة. تابعوا معايا الفيديو الأخير وفرجة ممتعة. بالنسبه للعمارة اللي غنحتاجو لهاد البريوات، غنحتاجو شويه ديال الكامباس. خديت تقريبا 250 غرام كامباس، غنقشرها حتى هي وغنحمرها. عندي هنا تشوكوس، يعني ديال بحال الكلامات، يتسمى تشوكوس، قطعته مربعات ها هو وغسلته. وعندي هنا الميغليوس، حتى هي كانت كونجيلي دي كونجيليته وقطعتها مربعات. واكيد غنحتاجو شويه ديال البصله، شويه ديال الحامض، شويه ديال القزبور والثومه. هاد هما المقادير اللي غنسمو بها، واكيد الشعريه الصينيه باش نصايبو هاد البريوات ديالنا. خديت مقله سخونه، ما عندي لا زيت لا والو، غنرمي فيها هاد الحوت. غنعصر عليه الحامض، خليته المهم تقريبا دقيقه حيت هو كان كونجيلي، حتى طلق داك الماء ديالو. هاد الماء ديالو غادي نصفيه، عاد غنضيف له الزيت والاقامه حتى كيطلق هذاك الماء ديالو. غنصفيه، نحيد منه الماء ونرجعو معاكم. صافي صفيتو من الماء والعافيه راه مجهده. غنضيف له زيت الزيتون، غنضيف له معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، نحك عليه سكينجبير قيمه سنتيم، ونخليه يتشحر معايا. بالنسبه للملحه، هذا الحوت راه مالح بزاف، ما حتاجش نديرو له الملحه. الا كان مسوس غضيفوا له الملح بطبيعه الحال. صافي كتنسي، غنديروا معلقه صغيره ديال الصلصه ديال السوجا، ما نكثرش. صافي غنطفي عليه وندوزوا للمرحله الثانيه. في نفس المقلاه على العافيه مجهده، رمي هاد الشوكوس، تا هو الى طلق الماء ديالو غادي نحاول نصفيه من الماء ديالو، ونرجع نشحرو مع الزيت والصلصه ديال السوجا وشويه ديال الملح الا محتاج الملح بطبيعه الحال. غنضيف له معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، غنحك عليه سكينجبير حتى هو 1 سنتيم. نعصر عليه شويه ديال الحامض، الحامض كنعصرو على الحوت كله، جميع انواع الحوت اللي كندير في البسطيله او البريوات كنعصر الحامض عليهم، وسكينجبير باش كيتبان لنا، ونخليه يتشحر حتى ينشف معايا. صافي هو طاب، هو غنطفي عليه وندوزو للمرحله الثالثه. حاجه غنشحر هما الكامباس، نفس المقله اللي شحرت فيها الشوكوس والميغليوس، غنضيف لهم الحامض. الحامض باش كيحيد ديك الزفورية وكيعطي ديك النسمة ديالتو البنينة، شوية د القزبر للتنسيم، تيبغي هو التنسان بزاف، شوية ديال التومة، شوية د الملحة، وصافي نشحرو. تياخد داك اللوين الحميمر ديالو غيتبدل له اللون. صافي تا هو نطفي عليه دابا ونقشرو باش نضيفو في الحشوة. عندي هنا ليمون، تا هما طيبتو نفس القضية، درت ليهم القزبر والثومة والحامض وغطيت عليهم حتى طابو ليا تتحلو معايا بهاد الطريقة. تا هما غنقشرهم وغنضيفهم تا هما للحشوة معايا. خديت كميلة درت فيها شوية الماء، نخليه حتى يطيب، وغنضيف له هداك المرق اللي خرج ليا من الحوت، لانه كيعطي البنه داك المرق اللي كان
ملي كنطيب الحوت خرج ليا الماء ديالو، غنخلي تيطبخ ونضيف له شويه ديال القمه باش يجي بنين، ونضيف فيه الشعريه الصينيه. الماء بعد ما تبخ مزيان غنضيف له الشعريه الصينيه، شويه الملحه، وشويه ديال الصلصه ديال السوجا باش كتجي بنينه، معلقه صغيره هكا وصافي. صافي ونخليوها تترطب، وديك الساعه غنصفيوها. هنا خديت مقله كبيره غنشحر فيها البصله والثومه وباقي دوك المقادير اللي شحرنا من قبل. نضيفو لها زيت الزيتون جوج معالق هكا باش نشحروها، نضيفو الثومه، من بعد ما تشحرت ليا البصله غنضيفو الحوت داك الميغلوس و شوكوس شويه الملحه، الزنجبير، صلصه ديال السوجا اللي كتعطي البنه والمذاق لهاد الحوت، شويه الخرقوم للتلوين، هادي هي القمة ديالتي أو هادي هي الحشوة ديالتي كيف شفتو، بعد ما تشحرات مزيان طلعت منو واحد النسمة رائعة، ضفت لها في اللخر شوية ديال سميتو ديال الزعتر. دابا غنجيب الكامباس ديالي لأنه كبير، غنحاول نقطعو هكا طريفات صغيرين باش يجيني في كل بلاصة، نقطعو على ربعة أولا على جوج، مبغيتش نشحرو لأنه بغيت يبقى محافظ على الرطوبية ديالتو. صافي نقطعو ونضيفو الحشو ونخليوها تتبرد، وديك الساعة غنعمروها، نعمرو بها الورقة ديالتنا. كناخدو كمية من الزيت تقريبا، غنديرو جوج معالق كبار ديال الزيت المائدة، وغنضيف لها معلقة صغيرة ديال التحميرة، ونخلط مزيان ونخلي تذوب ليا التحميرة وتسال ليا الزيت من التحميرة، تولي اللون ديال الزيت أحمر والتحميرة غتنزل ليا لتحت. هادي باش غادي ندهن البريوات ديالي أو ندهن بها البسطيلات، يعني أي نوع من التحضيرات اللي كندخلو للفران كنطيبهم ندهنهم بماء الزيت كياخدو داك اللون الذهبي، و إلا خلينا الزيت تصفات ليه مزيان باش ما داك هاد الحبوب ديال التحميرة ميبرستونش ويعطيوني داك النقط فوق المعجنات ديالي. صافي نخليها حتى تذوب معايا التحميرة، و ديك الساعة نبدو ندهنو بها البريوات ديالنا. عندينا ورقة البسطيلة جاهزة، درت واحد الكمية نقسمها من الوسط لأن بغيت ندير هاد البريوات شي شوية كبابرين، نقسمها من الوسط و البريوات ديالي غنجمعها على جوج. بسم الله، ناخد الأولانية ديرها بهاد الطريقة باش تكون عندي البريوات شي شوية كبيبرة، غنحاول ندهنها بديك الزويتة اللي صفات ليا ديال التحميرة و التحميره والزيت، وعندي هنا الماء والدقيق باش نحاول نلصقهم. غندهن البريوه ديالتي او الورقه،
اكيد مع ما عمرت البريوات ديالي كيف كتشوفوا عمرتهم، دابا غادي ندهنهم بهذيك الزيت اللي قلت لكم اللي صايبنا في الاول، ديال الزيت اللي درت لها التحميره باش كياخذ داك اللون الحميمر والذهبي في الفران. غندهنهم مزيان بديك الزبيده وندخلهم الفران يطيبوا. وبالنسبه للاستيس كيف قلت لكم باش انهم يطيبوا ويتحمروا معايا ويجوني لون واحد، يعني ما يتحرقوش ليا من الجنيبات ديالهم يبقى الوسط هكا ابيض، كندير لهم هذا الفيلم الومنيوم اليمونتير كنغطيهم بهم وكنحط عليهم صينيه كنحاول نضغطهم وكندخلهم الفران على اعلى حراره يطيبوا. اذا كنحس بانهم نشفوا وشدوا في بعضياتهم ديك الساعه كنحيد عليهم هذيك الصينيه وكنعاود نحمرهم عادي من التحت. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا الفايبره مع بعض محشيين بالماريسكو او فواكه البحر، كيجيو صراحه رائعين ومقرمشين كيف كتشوفوا، خداو لون واحد في الفران بالطريقه اللي صايبنا مع بعض كيف شفتوا. نتمنى يعجبكم. بالنسبه للقرمشه والبنه واللذاذه اكيد ما نعاودش لكم، نقول لكم بصحتكم وراحتكم، جربوا الوصفه وردوا لي الاخبار. الى اللقاء، السلام عليكم.